هنبدأ أخبار حلقتنا النهاردة من عند منتخبنا الوطني اللي بيواصل لسرياته قبل انطلاق الدورة الودية التي تغير اسمها لكأس العاصمة الإدارية الجديدة. ورفع الجهاز الفني لمنتخب مصر وكالة الكابتن حسام حسن حالة التأهب القصوى داخل معسكر المنتخب في إطار الاستعداد للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا. تستضيفها مصر إن شاء الله بإذن الله، ونشوف على استاد القاهرة متعة جديدة من متعات كرة القدم بثوب منتخبنا الوطني الجديد. شارك في المران النهارده 19 لاعب، وهم محمد ابو جبل وعواد والمهدي سليمان ومصطفى شوبير في حراسة المرمى، رامي ربيعه ومحمد هاني ومحمد حمدي واكرم توفيق ومحمد عبد المنعم، احمد رمضان بيكهام ومحمد شكري ومروان عطيه وامام عاشور واحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي قفشه ومصطفى فتحي وحسين الشحات واحمد عاطف ومحمد الشامي. وده طبعا كان زي ما حضراتكم شايفين ده مران الامس. طبعا كلهم بيتمرنوا بعد الفطار بشكل يومي حتى تبدا المباريات الاولى لهذه البطوله. حضر مران منتخبنا الوطني طبعا باستمرار الكابتن جمال علام رئيس مجلس اداره اتحاد الكره والاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكره في التفاف كده حوالين منتخبنا الوطني. من جانب آخر أعلن الأستاذ وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة جاهزية الاستاد لاستضافة مباراة البطولة التي تقام بمشاركة منتخبات مصر وتونس وكرواتيا ونيوزيلندا، وتقام البطولة الودية بمشاركة كل من المنتخبات التي تم ذكرها خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس الجاري. أكد عبد الوهاب أن الاستاد طبعا استاد القاهرة الدولي جاهز وواجهة مشرفة لمصر والملعب على أتم الاستعداد لاستضافة هذه البطولة، وهيلعب منتخبنا الوطني أول مبارياته عفوا ضد منتخب نيوزيلندا يوم 22 مارس، بينما يلعب منتخب تونس ضد كرواتيا في نفس اليوم، ثم المباراة النهائية ستكون في 26 مارس، أما أصحاب المركز الثالث والرابع هيلعبوا بعض إن شاء الله يوم 25 من نفس الشهر. نروح لمنتخب مصر للشباب. أعلن كابتن وائل رياضة المدير الفني لمنتخب مصر الشباب قائمة اللاعبين اللي وقع عليهم الاختيار استعدادا للمعسكر المغلق بداية من اليوم الجمعة، استعدادا للمشاركة في بطولة ودية إن شاء الله بالجزائر بمشاركة منتخبنا الوطني مع الجزائر وتونس وموريتانيا. تضم القائمة 27 لاعب ضمهم الكابتن وائل رياض. لحراسة المرمى هيكون موجود حازم جمال ومحمد منشاوي وأحمد وهب ومحمد عبد الفتاح. في خط الدفاع عندنا أحمد عبدين وعبد الله فؤاد وأحمد مجدي وزياد خالد، حسن أبو المعاطي، محمد عبد المنعم، مروان حجي، محمد إبراهيم سيف عصام. في خط الوسط إبراهيم عادل، عبد الرحمن شعبان اللي هو الشهير بعبد الرحمن كتكوت، وأحمد خالد قباقة، ومحمد السيد، ومروان محمود، ومحمد عبد الله، وعمر خضر، وعمر خالد، وعمار ياسر. أما في خط الهجوم محمد زعلوك ومهند محمد ومحمد رأفت وعمر فتحي عموري ومحمد الدسوقي.